نزهب دلة قهوتنا بهذه الأجواء الجميلة. إن شاء الله الأجواء طيبة. هذا اليوم بضبطكم تضبيط بحر إن شاء الله. إن شاء الله بسوي لكم عشاء بحري، تضبيط، بسوي لكم محار على ربيان، على ذكارة، على سمك إن شاء الله. تضبيط طيب اليوم عشانا بحري إن شاء الله. يا الله على ريحة القهوة، يا سلام يا سلام يا سلام. ونقول بسم الله تجهيزات العشاء. طبعاً المحار، أنا بحاول إني أطبخ المحار. طبعاً هذا لذيك اليوم شاركتكم فيه. أطبخ المحار أول شيء. بسم الله. علمتكم الطريقة. أول شيء نطبخ المحار ونزهبه. الحين أنا بطبخ المحار. والاشياء انا عندي سمك وجايبه صفاقي حبه، فبتبلهم من الحين على اساس ان اباهم اليوم يكونوا شي سبايسي. انا اول شيء الحين خطوه الاولى انا بطبخ المحار. انا ماخذتنا من الحطاب على 35 درهم. هذا انا ما اعرف اصور بيدين وامسك بيدين، ما عندي حد يصور لي. هذا تحملوني تحملوني، الله كريم. حصل في حد يصورني، شكرا مليانة. زين المحار الخطوة الأولى، الخطوة الأولى نسلقه بالماي لما ينضى، عقب بعد نسوي الخلطات اللي نباها. عاد أنا بسويها بطريقة سريعة وسهلة، بسويها على الجمر اليوم. المرة اللي طافت سويتها على الجهاز الشواي، عاد اليوم براويكم طرق البر، يعني بحيث إنكم تدبروا حالكم في المكان. عاد مثل ما قلت لكم عندي اليوم، هذا اليوم انا بكب فيها. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. عاد هذه بسويها بخلطة الكريمة ان شاء الله، ومشوي بسوي بعد. هذا الكراس مسكارة، هذه عاد لاجل عيون امي. مثل ما تعرفون دائما اذا شفتوا الذكارة عرفوا ان انا جايبة امي وابا اسمها ذكارة، فهذا حق امي الله يحفظها. ادعوا لها الله يعافيها. اتوقع انتم عيبتكم اللبستره، لا هذه صفاقيه، مش اللبستر احنا نسميه صفاقي، لان شوفوا هذه، هذا احنا نسميه صفاقي، كل واحد له اسم. وثالث شيء عندنا السمك، هذا عاد احنا نسميه حدي، عاد ما ادري انتم شو تسموه، يعني ابن عم سلطان ابراهيم لكن احنا نسميه حدي. فعاد الحين هذا انا بتبله، هذا بسويه بالجبن، هذا بسوي مشوي، هذا بسوي شواية لكن بطريقة حلوة. لكن الحين شو بسوي؟ أنا بتبلها وبخليها ليل مساء، فأبى البهارات تدخل فيها، فالأساس كذا بتبلها وبخليها لوقت العشاء. لكن المحار الحين راح أطبخه بحيث إنه يباله وقت لما ينضى المحار. ما شاء الله شبه الحبة كبركية تبارك الرحمن. هذا ناخذه من عند الحطاب على 35 درهم، مش دعاية لكن أفيدكم، لأن وايدين ما يعرفوا وين يحصلوا المحار. في اماكن تبيعه وايد غالي، يعني انا انصدمت ذيك اليوم مال 12 حبة ما ادري تقريبا ما 70 درهم، فانجلط يعني. حتى لو شو ما كان مرعاها ترى بالنهاية بتطيح بالبطن، فيعني يكون السعر معقول. يعني 12 حبة على 70 درهم، وما مطبوخة بعد، وحجمها نفس هذا الحجم عادي يعني. فانا ما ادري شو مرعاها كان، بس ما اعرف. فانا اشوف ان السعر معقول، 35 درهم على تقريبا داخليها مال 24 حبة، الكرتون فيه 24 حبة، 35 درهم، فمعقول يعني. لو بسوي لما عائلية بشتري 12 حبة على 70 درهم، كم بشتري؟ هذا بروحها ميزانية. فأنا لو أسوي لي برياني لحم، أسوي لي ذبيحة، بيكون أرخص لي. الحين هذا المحار بنطبخه إن شاء الله، بسلقه بالماء، عقب عاد بسوي الخلطات مال الليمون، وبسوي عاد خلطة الكريمة إن شاء الله، وبراويكم. ومساكم ورد. خلي يعني مال 20 دقيقة لين ما ينضى، مثل ما خبرتكم تعلموا، تخلوا ينضى
ويكون مره جاهز للاكل. فالحين بخليه انا لين ما ينضى ويطلع زفرته، يعني بعطينا بخليه عن خاطر بخليه 25 دقيقه. فنخليه الحين ينطبخ وينضج، من ينضج نخليه عصوب ونعزله، عقب عاد نسوي الخلطه ونشوي. هذه كلها الزفرة، هذا الوساخة نطلعه طبعا ما نبغاه. شوف الحين كيف نفخ محار، شايفين؟ بس بعدين بخليه هذا كله نشله، ها هذا وساخة كله ينشل، كله ينشل. شايفين كيف نفخ المحار؟ يعني شوية نخليه 5 دقايق يكون خلاص جاهز. بخصوص البهارات انا دائما اقول سووا الشيء اللي انتم تحبوه اللي يتماشى مع ذوقكم، خاصه في التتبيل والبهارات. طبعا نحن دائما بهاراتنا، انا دائما بهاراتي نكهتها هنديه، لازم يكون سبايسي والبهار شويه دسم. فطبعا انا سويت الملح، السنوت المحمص، طبعا بهارات الكاري، كذلك عندنا الفلفل الاسود، الفلفل الاحمر، الثوم، الزنجبيل المطحون، الكركم، بهاراتنا الهنديه. فانتوا سووا اللي انتوا تحبوه، ما تسووا اللي غيركم يحبكم، دائما كلوه على ذوقكم انتم. فهذه خلطتي عاد التتبيله، عاد بجهز البهارات كذا وبتبل فيها السمك والربيان والذكارة. هذا الطريقة. عاد الحين شوية لو تبوا، انا عادة أنا احب احط نكهة، عاد انا احب دايما اضيف نكهة الصبار. يعني الحين سويت فيه نكهة الصبار وشوية ماء، عاد خلاص جاهز بهارنا. الحين الطريقة اللي نسويها بهالطريقة، طبعا نبدأ في السمك. طريقة جدا سهلة وما راح تتعبكم. ونخليه. طبعا هذه طبخات البر بهالطريقة، لكن بالبيت تتفننوا، لكن يوم تكونوا برا الشيء بسيط وسريع. دائما نبخر بطنهم وشي خلاص تبلناهم ونخليهم ساعة نص ساعة عادي، الأمور طيبة. المهم ان البهارات تدخل فيها. الحين عاد انا بغطيها على سبت، ما شاء الله الذباب مسين بارتي على بالهم العزيمة لهم هم. الحين بغطيهم بنخليهم وبالعافية علينا. عاد خطوة بخطوة يا سعيشكم اجواء الشتاء الجميل. طبعا اساسا نسوي صوص بكريمة في الطبخ. طبعا هذه خلطة المحار، نبى كريمة، نبى صلصة المعكرونية. بسم الله هتخلط بلط. البهارات نريد زعتر، اورجانو، شوية ملح، خلي شوية ينطبخ، نضيف شوية ماي، طبعا هذا الأورجانو آخر شيء نسويه، الزعتر نثور شوية، نسوي الزعتر والملح. بعد ما نسوي الكريمة والصلصة نبدأ، بعد ما تبدأ الثور نسوي فلفل أسود حسب الرغبة، سووا الأشياء اللي تحبوها أنتم. فلفل أسود، نسوي الزعتر ما نكثر، خفيف الزعتر، هذا الزعتر ما نكثر، خفيف خفيف لأن نكهاته حادة تكون. ونسوي الملح،
واخر شيء نضيف الاورجانو مثل ما قلت لكم ان نكهته تكون حاده، فنكون اخر شيء قليل بس نسوي. هذه خلطه الصوص من يثور، تكون خلطتنا خلطه المحار ولا للباستا تكون جاهزه. فهذه خلطه المحار اللي كريمتنا المحار جاهزة، ومثل ما خبرتكم بإمكانكم تستخدموها حق الباستا، حق الروبيان، حق المحار. هذه الخلطة بإمكانكم تستخدموها بأشياء كثيرة، فأنا راح استخدمها حق اللوبستر وحق المحار. يعني هذه خلطة المحار سريعة وبسيطة وما يبالها مكونات وايد. جيها عاد الحين تبرد خلاص تستوي غليظة، خلطتنا جاهزة. المكونات على السريع: كريم الطبخ، صلصة المعكرونية، الملح، الفلفل الأسود، الأورجانو، الزعتر، وانتي والخير أربعة وبالعافية. هذه خلطة كريمة المحار. ولو حابين تسووا فلفل سووا فلفل مبشور على حسب الرغبة. مثل ما دايما أقول لكم الطبخ عبارة عن فن وذوق، كل واحد فنن حسب رغبته وحسب ذوقه. وشي كريمتنا جاهزة. ترسخة وسط المحاني، درب الوفا درب ودروبة، روحت كل الأماني، لين العمر يعلن غروبة. وفي ولو حظي عصاني أو اكتب أحسان ومثوبة، خذي بروف هاربا من خشية العتنقلي، إلى لقائي ملكنا معظم مبجل. يأمرني بخلعة حمراء كالدندملي، أجر فيها ماشيا مبغددا للبيلي. أنا الأديب الألباعي من حي أرض الموصلي، نظمت قطعا زخرفة يعجز عنها الأدبلي. أقول في مقلعها صوت صفير البلبل، طريقة عدة الشوي. عاد نجيب بنعبي الكريمة عقب راح نشويها. الترتيب كيف؟ بسيط وسهل جدا، بأي رحلة تدبروا حالكم بهالطريقة وبالعافية. Yo no soy ni vas a tu pico chito, pero tengo todo lo que tiene Adelito. Que me pongan menos o como Adelito, el mal de ojo que me mando me lo quito. Yo no soy ni vas a tu pico chito, pero tengo todo lo que tiene Adelito. Que me pongan menos o como Adelito, el mal de ojo que me mando me lo quito. Thank you.
شاء الله تبارك الرحمن. هذا محاوله. هذا سمكنا بهالطريقه. عاد الحين نبستر. انا كنت بسوي بالكريمه بهالطريقه يا عرب. ها عايم بطل. عاد شوفوا اللعبة. نقول بسم الله الطريقة. أهم شيء الليمون. بسم الله آخر عالمي يربوها الطريقة ذهب عشاننا. نقول بسم الله ما شاء الله. هذا اللبستر وهذا الذكارة وبالعافية علينا. عاد شوفوا اللبستر. بسم الله ما شاء الله. 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 عاد الذكارة يا عرب على السريع للتذكير بس اللي ما يعرف يفتح الذكارة يفتحها بالطريقة. بسم الله. حارة. هذا اللحم حنا ناكل كل شيء فيها حتى القشار نستخدمه حق الشوربة. عادي لك يبسون. يا الله وش ذا؟ وين من جد وش هذا الكلام؟